عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال طبخ الحلويات. اليوم نقدم لكم مملحات الهوتدوغ اللي غنحتاجو فيهم المقادير التالية. غنحتاج العجين المورق والهوتدوغ اللي سلقتو من قبل وقسمتو على جوج، درتو طريقة صغيرة كيف ما كتشاهدو معايا. غنمشيو هاد الوصفة اختاريتها سهلة بزاف. غنمشيو دابا لطريقة التحضير. هذا العجينة، ندير على الشكل ديالو، نمشي على وسطنا نولف العملية حتى نكمل كاع الجنة لي عندي. بعد نمشيو من بعد نهضر الدجاج وندخلها للفرن. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي، البليغه ديالنا بالهوت دوغ هما هادو. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.